إليكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل أب وابنه وسقوط عدد من الجرحى في حصيلة أولية لغارات جوية استهدفت ريف إدلب الغربي مع تحليق متواصل للطيران الحربي الروسي في أجواء المحافظة. قوات التحالف الدولي تجري تدريبات مع قوات سوريا الديمقراطية للمرة الأولى في قرية تقى البقل بالقرب من الحدود السورية التركية العراقية شمال شرقي سوريا. ارتفاع عدد ضحايا مبنى مؤلف من 5 طوابق في حي الفردوس بحلب إلى 11 شخصا بينهم نساء وأطفال. Human Rights Watch تقول في تقرير إن الأطفال ذوي الإعاقة المحاصرين في الحرب السورية أكثر عرضة للأذى ويفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية. قسد تعلن إلقاء القبض على 25 عنصرا من خلايا تنظيم الدولة بينهم 9 نساء خلال عمليات التفتيش والتمشيط في اليوم 13 من حملة الإنسانية والأمن في مخيم الهول شرقي الحسكة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة رام الله.